أهلا وسهلا مشاهدينا، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في الموعد. كنا في الموعد ودائما يتجدد اللقاء بموضوعات مختلفة حيتم مناقشتها من داخل الاستوديو. الدوافع معروفة واحدة من أساسيات النجاح أو واحدة من مفاتيح النجاح. الدوافع هي اللي بتحرك الإنسان إنه يجتهد، إنه يمشي لقدام، إنه يغير في نفسه أول عشان يغير في المجتمع. ما كده وبس، لو اتربطت الدوافع بالالتزام وتنفيذ الأهداف الذاتية حيكون الواقع أجمل وأوفر كمان في الحظوظ وفي تقديم كل البرامج اللي حتكون إن شاء الله إلى الأمام. لما نسمع عن التشافي الذاتي، التشافي الذاتي أو العلاج الذاتي، التشافي يعني علاج، بتبادر في أذهان الجميع يعني شنو التشافي الذاتي، يعني شنو علاج ذاتي، وهل ممكن الإنسان يعالج نفسه بكثرة الضغوطات اللي بنشهدها دائما في الحياة اللي بتلم بالشخص، سواء كان النفسية أو الاقتصادية أو البيئة المحيطة به من أشخاص ممكن يؤثر فيه سلبا أو إيجابا. إحنا عشان نتعرف على الموضوع ده أكثر معانا كوتش لينا الإمام، هي مدربة التنمية الذاتية وناشطة اجتماعية مهتمة أيضا بقضايا السلام. إزيك يا لينا؟ صباح الخير. صباح مساء الخير، دعونا على الصباحات النادية. صباح الخير ومساء الخير عليك حمزة وعلى كل المشاهدين، سعيد أن أكون معاكم وإن شاء الله دائما متشافين وفي سلام وأمان دائم يا رب العالمين إن شاء الله. على ذكر الصباح، الإنسان من لما يبدأ صباحه كويس النهاية حتكون كويسة، لأنه تشبع بالطاقة الإيجابية. لو كانت الإيجابية معه في حياته من بداية الصباح هيكمل بها نهاية اليوم. بداية كده قبل ما نعرف موضوع التشافي ده، أهمية الطاقة الإيجابية بالنسبة للشخص هو في المقام الأول عشان يواصل حياته بكل سلاسة يعني. مهمة جدا طبعا. الآن كلنا أغلب الناس بدوا يعني يفهموا أو يوصلوا مفهوم شنو طاقة إيجابية وطاقة سلبية، بغض النظر عن يعني شنو أصلها العلمي، بس بقينا قادرين نحسها يعني ونفهمها أكتر. مهم جدا أنك تكون إيجابي. ليه؟ لأنه بتقدر تكون مرتاح مع نفسك أكتر، بتقدر يكون عندك قرار أفضل من الزول اللي بيكون تفكيره سلبي، لأنه في زحمة أفكار سلبية كتير ما قادر يشوف زي الحاجة الضبابية كده قدامك، ده الشخص السلبي. مهم جدا التفكير الإيجابي، لأنه هو اللي بيخليك تقدر تشوف الفرص بجد في حياتك، والفرص دي ما ضروري فرص الكبيرة حقت النجاحات الكبيرة، لكن فرص اليوم البسيطة، الخيارات البسيطة، ممكن يكون طريق أمشي يمين ولا أمشي شمال، ممكن يكون مكالمة أرد عليها ولا ما أرد عليها، ممكن يكون رسالة أرسلها ولا ما أرسلها. فمهم جدا تكون عندك طاقة إيجابية. أنت صحي حقيقة بطاقة إيجابية أكثر شديد، يعني بتنتقل لكل خلية من خلايا جسمك، يعني جسمنا بيشعر بينك كويس شديد. وعايزين الانتشار ده يكون داخل الجسم، لأنه الإنسان مشاعر وأحاسيس. لو الأحاسيس دي كانت إيجابية حيواصل بشكل إيجابي، لو كانت سلبية ما حيتعافى. فجينا في موضوع التعافي ده أو العلاج الذاتي، من نقصد به شنو يا لينا؟ التشافي الذاتي، بداية كلمة التشافي هو يعني علاج، وهنا ما بنقصد العلاج الطبي فقط. يعني العلاج الطبي احنا عارفين اي واحد فينا ومتعودين انه جاك صداع، جاك اي مرض عضوي، اي اعراض خارجية، انت على طول بتمشي للطبيب المختص في العلاج الطبي، بيقدم لك المساعدة، بيقدم لك الادوية المفروضة، بيقدم لك النصائح المفترض تتبعها، بتابع معك بعد كده. ولكن لما نجي نتكلم عن التشافي الذاتي، قدر شنو انه جسمنا هو قادر انه يشافي نفسه بنفسه ذاتيا من جوا. كيف؟ لكن ده السؤال اللي بيكون في أثار كل المشاهدين، انه كيف الانسان ممكن يعالج نفسه يا لينا؟ صحيح، بيقدر هو يعالج نفسه. يعني بداية، يعني هسه قبل شوية كلامنا البسيط مفهوم عام قبل الشرح التفصيلي. تكلمت عن الطاقة الإيجابية والسلبية. أنت عارف الناس 80% من الأمراض العضوية سببها نفسي، أو بالأصح سببها سلبيات أو تفكير سلبي أو مواقف سلبية أثرت علينا ما قدرنا نتعامل معها وأثرت في حياتنا. إذا هي ترسبت جوانا الحاجات السلبية دي، أيا كان، قلت لك مواقف، تاريخك في تاريخ سلبي، ظروف أنت عشتها سلبية، قرارات خطأ اتخذتها بسبب سلبية معينة في حياتك، مشاعر سلبية سيطرت عليك، أحاسيس سلبية سيطرت، سلوكيات سلبية أنت بتعمل فيها، دي كلها هي بتدخل جواك بتترسب. يعني حتى ممكن في شكل كيميكالز، في شكل هرمونات معينة بتطلع وتعزز الجانب السلبي المرضي.
فبتظهر لك فقط في شكل أمراض معينة أو بتظهر لك في شكل تصرفات وسلوكيات ومشاعر. كثير من الغضب الجوانا، كثير من الألم الجوانا، كثير من الإحباط اللي بنظهره، الفقدان، خيبة الأمل، الإحباطات، أي مشاعر سلبية في الغالب، العصبية الزايدة ما مبررة، يعني حاجات كثيرة شديد في المشاعر السلبية دي سببها بيكون إنه إحنا من جوا مقفولين يعني أو مليانين طاقة سلبية. الطاقة السلبية دي على حسب توزعها جوانا، على حسب إنه هي قدر شنو بتظهر لنا في الخارج. فعادةً الزول الإيجابي أو الزول العايش حياة صحية قادر يتخذ قرارات إيجابية، قادر ينجح حياته، قادر هو متشافي أكثر. أيوة جميل. لينا نحن باختلاف يعني طبايعنا سحناتنا واختلاف شخصياتنا، لأنه أي شخصية بتختلف عن الشخصية الثانية، ففي البيئة المحيطة بينا مرات بنتأثر بالضغوطات اللي بتكون في حياتنا. صحيح. الضغوطات دي لو كانت نفسية، لو كانت في المحيط الاقتصادي، لو كانت الكلمات برضو ما بتكون طيبة، بيكون واقع على القلب، بيكون أكتر يعني إيلاما. فلو اتكلمنا عن الحتة دي، كيف الواحد ممكن يواجه ويكون حائط صد منيع جد ضد أي حاجة ممكن تخترعه أو تصل له بكل يعني بشكل سلبي، كيف الواحد ممكن يدافع عنها ويكون في السايد الإيجابي ما الجانب السلبي؟ أيوة، هو في جانبين هنا. في الجانب حق التشافي، إنه أنت بالجد أول شيء نتخلص من الحاجات الجواك تماما، لأنه الآن إذا أنا عندي كاسة ومليانة تماما دار أضيف لها حتى أديها وعي جديد يعرف كيف يتعامل مع نفسه ومع الحياة حوالينه، أو بالأصح أنا بقول عليه إنه كيف تدير ذاتك في المواقف المختلفة ومع نفسك كيف تتعامل معها وتتعامل مع الحياة. الوعي الجديد ده انت عشان تكتسبه لازم نفضل كوباية اول شيء، بعدين ندي الحاجة اللي احنا عايزينها. فدي احنا الان واقعين فيه، احنا ما قد احنا بنقول هسه عايزين حتى نبنيه، عايزين اي زول عايز يحقق احلامه وطموحاته، اي زول عايز يعمل اهدافه، انت ما حتقدر تعمل حاجة اذا ما فضيت الكوباية اللي جواك. دي الفكرة بتاع التشافي هنا، انه كيف انا اعمل اغير المفتاح بتاعي جوا من افكار انا ما عايزه للافكار المفترض تكون عندك. كيف احولها من المشاعر الغضب والمشاعر السلبيه دي الى المشاعر اللي انا حقيقيا الامل، الرحمه، يعني الفاعليه، التسامح، السلام، التفهم. كيف افكاري تكون بجد الافكار الجديده، افكار انه كيف نعيش مع بعض، كيف انجح حياتي، كيف انا مسؤول من حياتي، يعني يكون عندي معتقدات جديده، كيف أنا أقدر أحول من هنا لهنا لو ما فضيت في البداية. وأنا بقول لك أنت عشان تغير لابد تحصل لك عملية بتاع التشافي حقيقي، سواء لما قلت تشافي ذاتي ما معناته أنه أنت لوحدك هتقعد وهتتعلم بس فقط بعض المهارات، أنت محتاج مساعدة، يعني هي عملية علمية حقيقية أنت بتخضع لها، لأنها هي بالمناسبة ما في فرق بينها وبين العملية الطبية. عشان يستأصل مثلا عضو فسد أو ورم خبيث أو حاجة بتخضع لعملية، بتستعد لها، بتاخد تخدير، صح؟ بيفتحوا بتحصل العملية، بيحصل بعدها فترة بتاعت نقاهة، نفس الحاجة ما بيتقل يعني أهمية من المراحل دي. فبالتالي انت لازم تعرف انه الموضوع ده مهم، وهو حقيقة بيتم محتاج مساعدة من شخص قادر يساعدك، سواء كان مساعد نفسي أو لايف كوتش أو مدرب ذاتي أو مختصين في مجالات تانية. نعم. نجيب في الجانب ده. أيوة. جانب الطبيب والإنسان طبيب نفسه. نعم. وفصلتي إنه يعني العملية بتاعت التشافي الذاتي والعلاج الذاتي لنفسك أنت زي الطبيب، لكن الطبيب بيستخدم وسائل تانية وانت بتستخدم احاسيسك ومشاعرك اللي هي بتكون شغاله معك 24 ساعه. الدكتور ممكن نلجأ له عند الضروره بعد نحس بحاجه، لكن احنا كل يوم بنحس بحاجات، بآلام، بمواقف بتحصل لنا. صحيح. فكيف الانسان هو يكون حريص كل الحرص انه يعالج نفسه 24 ساعه الدكتور هو جواه؟ فهل في حاجات معينه يعني نقاط معينه الانسان ممكن يتبعها عشان يطلع من الدائرة دي، دائرة انه الكوب ده لسه مليان، عشان نفرغه بصورة ايجابية ما موجودة، محتاجين لشنو؟ اول حاجة كونه انه انا اتواضع، ويعني لانه دائما بتلقى في ناس ما بتعترف انه في مشكلة اصلا. تواضعنا في البداية وتقبلنا لانه احنا محتاجين مساعدة، او انا محتاج احسن من طريقة حياتي. ما اذا انت بتعمل ب 99 عملت 99 مرة
طريقتك اللي انت متعود بها في الحاجات وما نجحت، معناته انت مفترض تغير في المرة الأخيرة دي عشان تنجح الحاجات معك. تتعلم. أيوة تتعلم. يلا انت قلت الكلمة الصح، ان احنا محتاجين اول شيء يكون عندنا قبول، لانه انا اتعلم حاجات جديدة اضيفها لحياتي. ومفاتيح النجاح دي هي معينة ومعروفة بالنسبة يعني لأي إنسان بينجح، عظماء العالم دول كلهم نجحوا في حاجاتهم، والمخترعين الناجحين القادة هم عرفوا بس القواعد، عرفوا بداية كيف إنه يتعلموا ويضيفوا ويتعاملوا مع نفسهم بطريقة جديدة. فالتعلم والتواضع هم الأساس. لما ما يتوجدوا صدقني، مهما يكون الإنسان عنده علم، مهما يكون عنده مآسي، مهما يكون عنده ثروة، مهما يكون عنده يعني مال، ما بيفيده قدر ما انه هو انسان متواضع قادر انه هو يجي يقعد ويعترف بحاجاته ويطلب المساعدة، ويكون عنده استعداد يستمع لنوعية المساعدة ممكن يكون محتاج لها. اها دي بداية. ده جانب طيب. أيوة. عشان نكمل فيه جانب الالتزام ده، وانت ذكرت جانب مهم انه المحاولة هي اللي بتخلي الانسان يتعلم ويتعلم من تجاربه السابقة عشان يقدر يواصل بكل سلاسة. أشرت لأنه العلماء والناس اللي اخترعوا حيات كثيرة، يعني توماس أديسون مثال آلاف المرات حاول عشان اخترع لنا المصباح الكهربائي والتزم بهدفه وما يئس. فكيف ممكن المحاولة برضه تكون عن طريق مختصين في مجالات تانية؟ لأنه الواحد لو قاعد يتأمل براه كده في الظروف اللي بتكون محيطة به مرات ما بيطلع من الدائرة دي، فهل محتاجين لمراكز معينة، جهات مختصة، حتى تكون عملية القبول والتقديم تكون سرية ما بين الشخص وما بين الجهات اللي بتكون معروفة؟ أوردي في مراكز الآن هي بتقدم بعض الخدمات في كيف أنه أنت تحسن حياتك، كيف أنه تعالج الجانب النفسي، الجانب الفكري، ولكن نحن بنفتقر ممكن نقول للمراكز أو الأشخاص اللي بيقدموا العلاج المتكامل. يعني أنا لما أجي لمشكلة طبية ما يكون هدفي بس إن يعني ما بالضرورة إن المشكلة الطبية حقت الزول الجاك هي أساسها بس طبي، ممكن يكون أساسها مشكلة نفسية أو مشكلة روحية أو مشكلة في طريقة التفكير للشخص أمام نفسه. فأنت عشان تراجع كل الجوانب، يعني انت عارف انا يعني ممكن احكي لك بعض التجارب، احيانا بتكون حدث في الطفولة مثلا هو سبب مشكلته الحالية العضوية. يعني انا حقيقة يعني بتجي حالات مثلا بيجي شخص حياته مهدمة تماما في الثلاثينيات، عنده مشاكل كثيرة، ما قادر، ضايع، سلبي جدا، ما قادر انه هو يمشي في اي حاجة في عمله، اسرته، زواجه، حياته، احنا بنقول تعطيل، يعني دي انا بسميها حالة تعطيل. عندنا التقنيات يعني في زمن بسيط باستخدام تقنيات في البرمجة اللغوية العصبية، التهويم الإيحائي، العلاج بخط الزمن، لأن هي تقنيات بتعمل على العقل الباطن، ممكن نقول تنكت الأسباب الحقيقية المتسببة في أي ممكن مشكلة برا عندك أنت عارفة بعوايك. في العقل الباطن ده بتطلع المشكلة جذرها. فطلعت المشكلة ممكن تكون في السنين الأولى وهو طفل. معروف إنه العقل الباطن ده هو بيلم كل المعلومات منذ نفخ الروح إلى الآن. إلى الآن عمرك، فالذكريات موجودة في العقل الباطن. الآن في تقنيات علاجية وعلمية هي قادرة إنها هي تسترجع الذكريات معك بطريقة سو إيزي، سهلة جدا. فبالتالي إحنا لقينا إنه في جذور مشكلات كثيرة جدا، لما نعالج الجذر بتاع المشكلة بينتهي المرض العضوي، بينتهي المرض النفسي، بينتهي المشكلة الظاهرة، السلوك. يعني أنا لما ألقى سلوك دي ذات بتخلينا نبدأ نفهم إنه ليه الناس بتتصرف بالسلوك معين، ممكن سلوكيات سلبية، تدخين، مخدرات، تحرش، أحيانا ممكن يكون عدم، ما قادر أدرس، ما قادر أنجح، تردد في القرارات، ما قادر أنجح مشاريعي، ما قادر أستمر في علاقة زوجية، ما قادر، يعني في مشكلات كثيرة. الآن نحن محتاجين نرجع لجذور المشكلة في الشخصية جوا، في الهوية، في عقلنا الباطن، وده عمق عملية التشافي. إذن الحاجات اللي بتحصل لنا في ماضينا دي بتكون لنا ضبابية إحنا ما بنكون قادرين نشوف صح حقيقة. يعني الضبابية دي إحنا لما نشيلها بعد ذاك أنت بتقدر تحس بنفسك أفضل، وبتقدر إنك تختار أحسن، وبتقدر تشوف أفضل وتتعامل مع نفسك أفضل. أها طيب، يعني ده ممكن برضو رجعنا لورا شوية لكن ما بعيد شديد عشان تكون العملية مربوطة. ذكرتي أنت إنه العقل الباطن هو بيكون مخزن
لكل الحياة اللي بتحصل من انت صغير لحد ما تكبر وتحصل لك تجارب الحياة وتكون برضو صورة في الواقع، يا صورة طيبة يا صورة سلبية. لو تكلمنا عن الأسرة كمحور رئيس في عملية التشافي النفسي، لو تكلمنا عن العلاج ذاته والعلاج في الحوار أو كذا، يعني ممكن نربي بها نجأة وأطفالنا عملية التشافي دي تكون ثقافة موجودة في محيط أي أسرة، ومنشوف في أسر بتكون معافية تماما من خلال التواصل، في أسر لا من خلال تفاصيل كثيرة عادات وتقاليد قد تكون عند الشخص أو بعض الأسر. إحنا ما عايزين نتهم جهة ما طبعا. أنا لازم أقول لك إنه هي عملية التشافي بتشمل جميع الجوانب الأساسية في حياتك. جانب الفكري، يعني ممكن يكون أحيانا عندك فكرة هي سبب ضياعك في الحياة، تكون 15 سنين حايم حوالين فكرة كده معينة ممكن نقول. طيب أنا جانب معلش الأسري. يعني نقاط بس الجانب الأسري. يلا الجانب الأسري مثلا اللي هو اللي عنده علاقة بالجانب العاطفي في حياتك، يعني قدر شنو انه انا علاقاتي كويسه مع ناس البيت، قدر شنو عندي علاقاتي كويسه مع ابنائي، قدر شنو علاقاتي عندي علاقات واصدقاء بقدر افرغ معاهم الجانب النفسي، او قدر شنو منهم ناس قادرين ياثروا علي سلبيا. جوده العلاقه بيني وبين الاشخاص دول مهمه جدا. احيانا ممكن تكون بجد حاجه باقي جوانب حياتك ما قادر تمشي فيها لانه ما قادر تعالج مشكلتك مع اسرتك او مع اصدقائك او كده، او في حاجه مأثرة عليك جواك. فمهم جدا إذا أنت بتعاني من واحدة من الحاجات دي تراجع تجود العلاقة دي، مهم شديد، لأنه هي بتخصم منك حتى لو أديت ظهرك ومشيت حقيقة. يعني لو افتكرت أنه الحياة بتمشي بدون أسرة أو بدون أصدقاء داعمين أو بدون بيئة أسرية داعمة أو شريك في حياتك، مثلا بتكلم عن مستوى الزواج، صح، ناجح قادر يدعمك وقادر يقيف معك، احنا انت بتخصم من نفسك اذا ما كان متوفر الحاجه دي او موجوده بشكل سلبي، فانت محتاج تعالجها تشافيها فعلا. يعني الاسره هي ممكن تكون المحور الرئيسي حتى لما نكبر نكون معافين تماما في الحياه، حتى لو واجهتنا مصاعب نقدر نتعامل معها بالصوره المطلوبه. نجي لمحور ثاني وبدينا به وقلنا الانسان هل ممكن يعالج نفسه، لكن نمسكه في جانب ثاني. الامراض في الحياة اللي بتحتاج لتدخل جراحي أو طبي، نعم، مع التشافي تكون مربوطة برضو عملية التشافي، نعم، بخوفنا دائما من أي مرض بيكون عندنا، من خاف دائما في مخاطره وإمكانية إنه يعمل لنا كده وكده. فأهمية العلاج الذاتي بالنسبة للمريض اللي هو الآن بتابعنا سواء كان في المشافي أو هو في البيت، فكيف ممكن هو يعالج ذاته يخط الرحمن ده كده في قلبه عشان يكون كويس؟ يعني أغلب الأمراض، كتير أمراض، يعني ما بقول أغلب الأمراض، كتير أمراض مرتبطة بحالتك النفسية جواك الشعورية اللي هي عندها علاقة بقدر شنو أنا تعرضت لمشاعر تسببت في تعرضت لمواقف تسببت في مشاعر سلبية بالنسبة لي، وهي الحالة دي بقت مكبوتة جوا، اتكبتت لما بدأت تظهر أنت لأنه ما متعلم كيف تتعامل مع نفسك وتشعر به وتحس به بالأصح، فبالتالي بتقوم بتطور الحاجة دي لما انتصل في شكل مرض. المرض هنا حيكون منبه انه انتبه انه انا تعبان، انه انا في مشاكل جوا انت مفترض تفرغها، مكتوم. ممكن يكون في شكل صداع، ممكن يكون في شكل قلق، في شكل يعني حاجات. احنا الان بتكلم لك عن امراض اشتغلنا عليها، وفي ناس بيعملوا بنفس الطريقة دي معاي بامراض في امراض متنوعة، مثلا زي المصران العصبي، زي الحساسيات، زي الأكزيما، أوكي، زي يعني في كتير أمراض اتعالجت بسبب معالجة الحالة النفسية بطريقة معينة على مستوى عميق زي ما قلت لك في العقل الباطن والمشكلات في التاريخ المرضي، تاريخ الشخص بالنسبة لك. لما تعالج المشاعر دي والزول يحصل له عملية بتاع التفريغ، ولما تحصل له عملية تشافي من الداخل للحاجة دي، ومش كمان كده تديه الطريقة الجديدة، الوعي الجديد انت كيف تتعامل مع المواقف مع نفسك مع كده، المرض بينتهي حقيقة. عندنا حالات لعلاج من الأمراض اللي أنا ذكرتها لك دي مباشرة، والآن يعني حتى برا في علاج من السرطانات. ليه بقول لك؟ ممكن أحيانا يكون السبب فيه فكرة سلبية انت فكرت فيها وكبرت عندك، وبالتالي بدأت تظهر لك في شكل المرض المعين. فبالتالي الآن العلاج تطور، العلاج الآن بقى علاج ذهني أكثر من أنه، ودي فكرة التشافي اللي أنت بتفتش عليها من قبل. الآن العلاج أصبح علاج ذهني، أنه أنا عقلي الباطن عنده من القدرات من الإمكانيات
انه هو ينتج لي الاشارات الكهربائيه والاشارات والكيميكلز المواد الكيميائيه يديها اشارات من اعضاء معينه لانها تتجه وتعالج العطب والخلل الداخلي. جميل. نعم. وحنجيك ان شاء الله في محور ثاني يكون مربوط ده بنفس المحور السابق. نعم. على انه الانسان ده في محيطه بتجيه مرات تفاصيل سلبيه، خاصه الامراض اللي بتكون مزمنه مع الشخص او الامراض اللي بتكون هي فتاكة أو حتى من الاسم الإنسان بكش منها. نعم. بيكون في دائما آراء سلبية وبتكون في آراء من الناس ممكن تؤثر على الزول. صحيح. لكن بعد الفاصل مشاهدينا. اهلا من جديد في الموعد مشاهدينا، لسه مع لينا الامام والحديث عن العلاج الذاتي. اهلا بك من جديد يا لينا. مرحبا. ووقفنا في موضوع الكلمه اللي ممكن اثرها يكون باقي في نفس اي زول، يعني سواء كان الكلمه دي ايجابيه او سلبيه، لكن بنقصد الكلمات السلبيه اللي بتاثر علينا احنا مرضانين بتزيدنا مرض زياده. صحيح. فكيف الواحد انه حتى انه يجاور السعيدين يكون سعيد او يجاور السعداء تسعد او كذا. فكيف ممكن ما نخلي المحيط ده ياثر فينا عشان حتى شفانا ال 24 ساعه دكتورنا الداخلي ده يعمل بشكل كويس؟ ايوه صحيح. هو في جانب انت طريقتك اللي بتفكر بها انت الخاصه بك، وفي جانب عنده علاقه بالناس. يعني الخاصه بك بتقدر تتحكم، يعني لما تعرف ان خطوره الحاجه عليك ممكن تكون قدر شنو. اذا انت من الصباح وبتفتح الواتساب وتسمع الاخبار السلبيه، لو بالتليفون طوالي مما تصحى تتصل لشخص سلبي مثلا او طوالي ترد عليه، او تلاقي طوالي الناس سلبيين من الصباح بدري، انت تكون الصباح مركز شديد انه انت تبدا يومك بدايه صحيحه. دي حاجه انت بتقدر تتحكم فيها. الكلام اللي بتقوله لنفسك، اذا انا بفتكر عن نفسي اشياء سيئه، انا سيء وانا محبط وانا ما عندي قيمه والحياه سيئه وكل شيء صعب، انت بتعزز الطاقه السلبيه دي جواك، المشاعر السلبيه حتتراكم تتراكم تتراكم حتبدا تطلع لك في شكل امراض. فبالتالي انا اغير طريقه حديثي تجاه لنفسي، اغير في صوري الذهنيه. الحاجه دي بتتسع 200 لما ابدا اتعلم، ادخل البرامج، ادخل الحاجات اللي بتابعها. انت عارف انه ممكن صفحه انت بتتابعها في الفيسبوك طوالي هي بتكون سبب بتعزز لك الطاقه السلبيه دي. ابدا انا اغير في الناس اللي بعرفهم. انا بقول لك انسى ناسك طبعا، لا، بس بقول لك ابدا دخل غير الطريقه النمط حقك. ناس إيجابيين، ناس عندهم حاجات حقيقية بيشتغلوا عليها، ناس بينظروا للحياة بطريقة متفائلة أكتر. أبدأ غير روتين يومك، أبدأ أنه تعلم حاجة جديدة. تعلم أي حاجات جديدة بتفتح نفسك للحياة وبتفتح أفاقك، ما بتبقى ضيق في أنه الظروف والحصل وا 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 وا. تتعلم أشياء متخصصة هنجي نتكلم عنها زي ما اتفقنا في نهاية الحلقة إن شاء الله. خلي عندك لايف كوتش مثلا، زول موجه لك في انه انت كيف تغير او كيف تتعالج. لانه في ناس بالمناسبه حاجه الوضع اللي هم فيه لا ارادي، يعني غصبا عنهم عقلهم الباطن بتحكم فيهم. يعني انت عشان تنقله لمرحله ايجابيه او مرحله وعي مرتفع اكثر لازم تعرض لجلسات علاجيه حقيقيه، بحيث انه تغير نظرته للاشياء والمشاعر السلبيه وتفرغ الطاقه السلبيه اللي عنده دي. فبالتالي بيقدر عداك يستوعب نوع التعلم الجديد ممكن يضاف له. يا لينا، احنا الان في عالم مفتوح، فضاء مفتوح، وسائط دي ممكن تعلمنا وتخلينا ماشيين في الطريق الصحيح، ممكن تجرفنا لطرق خاطئه شديد. فكيف ممكن نستخدم الوسائط دي في عمليه الشفاء الذاتي، خاصه بالنسبه للمرضى انه الثقف يعرفوا المرض وتاريخه، وانه حتى كمان ما عنده مضاعفات بالصوره المطلوبه، انه الواحد يقدر يمشي في حياته بالصوره المطلوبه. لكن رايك شنو نعمل شفاء كده ذاته ونعالج نفسنا كده بانغام الالحان الجميله والاغنيات ونجي نواصل ثاني؟ اوكي، نستمع لهذه الاغنيه ولهذا اللحن ونجي نواصل معاكم في المياه. كنت تقول لي يوم سوي لي يومك سبب، اخترت لي انت العذاب، مشيتني في الدرب الصعب. من اول كنت تقول لي يوم سوي لي يومك سبب، اخترت لي انت
العذاب مشيت في الدرب الصعب في الآخر انت سبتني ما طالت انت معاي تعب تشيل ببكيني وصحيح كنت تقول لي ما اسوي لي ما اسوي اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب من اول كنت تقول لي ما اسوي لي ما اسوي اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب آخر انت سبتني عقلك انت معاي تعب تشيل ببكيني وصحيح كل شي بالمعذب السما بالليل وانا ما اخترت انا غيرك اموت يا انت يا حلي وانا اخترت اصعب ما يكون السما بالليل وانا ما اخترت انا غيرك اموت يا انت يا حلي وانا اخترت اصعب ما يكون اخترت زي ما تجيتني الجاية من الله تكون اخترت زي ما تجيتني الجاية من الله تكون دفقت مويتي على الرهاب واخترت غيرك ناس تكون من اول كنت تقول لي ما تسوي لي ما السبب اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب من اول كنت تقول لي ما اسوي لي ما السبب اخترت لي انت العذاب مشيتي في الدرب الصعب في الاخر انت سبتني بطلك انت معاي تعب تشيل ببكيني وصحيح كل شي بالمعده بحجة الذول الضعيف الساري برر زلته شايفني ما قدر المرام وانا غلطة بس في دنياته بحجة الذول الضعيف الساري برر زلته شايفني ما قدر المرام وانا غلطة بس في دنياته رامتي أكبر من هواك في قلبي فارق سكتي أنا قلبي بيعني رخيص يكون تخسر اشرح قصته بحجة الظول الضعيف داري برر زلته شايفني ما قدر المغام وانا غلطة بس في دنياته بحجة الظول الضعيف داري برر زلته شايفني ما
قدر المغار وانا غلطة بس في دنياته كرامتي اكبر من هواك في قلبي فارق سكت انا اللي بيعني رخيص يكون استخسر اشرح قصته. حتحبوا تقدير للفنان الطبيب محمود تاهر عبر استوديو في الموعد. لينا كده قبل ما نتجاوز السؤال اللي طلعنا به للأغنية عن أهمية الوسائط دي في علاج ذاتنا من خلال الاطلاع، نشوف الأغنيات دي أو الموسيقى عموما أو السماع لمثل هذه الأغنيات وهذه الألحان والكلمات، كيف ممكن حتى لو الكلمات هي شوية كده مليانة حزن ممكن تعالج زول هو مكتئب في الحياة؟ هل مثلا يعني والله طبعا أنا بقدر كل الأعمال الفنية وعندها دور في في التوعية وفي الشباب، ولكن أنا صراحة عندي تحفظ قليل على المشاعر السلبية اللي بنعيشها كثير في الأغنيات. لأنه الواحد مثلا بيكون زعلان طوالي بيفتح ليه أغنية سلبية حزينة بيعيش حزنه كده شهور يعني، فنحن محتاجين أكيد لابد إنه ده جانب يعني، ولكن محتاجين لجوانب فنية تبهجنا أكثر يعني إن شاء الله مزيك وتدينا أيوة تدينا أمل، تتكلم عن الأفكار الإيجابية اللي نحن بننشدها، عن الأمل، السعادة، النجاح، الرحمة، الحب، هو في لكن الناس بتفضل إنه تمشي كذا وإنه في لكن عايزيننا تكون هي الثقافة المنتشرة أكثر. يعني أنا بدعو كل الناس اللي بتشتغل في المجالات الفنية إنه طلعوا لنا كلمات، اشتغلوا لنا كلمات إيجابية خاصة في الوقت اللي بنعيشه الآن نحن في يعني في السودان، إنه محتاجين لأقل كلمة ممكن تغير لي مزاجي للأفضل. طيب جميل، نمشي طوال الوسائط دي لو أخذناها بجانب سريع عشان نكمل بقية محاورنا بصورة أوسع. لو تكلمنا عن الوسائط دي إمكانية إنه تساعد في عملية العلاج الذاتي أو الاستشفاء بالنسبة للشخص المريض أو الشخص العادي. صحيح، هي في النهاية نفس الفكرة اللي شرحتها قبل شوية، هي أنت إذا كانت أشياء سلبية بتعزز لك طاقتك السلبية مشكلة، وده الآن حاصل. الآن في عندنا جروبات أنا بعتبرها ممكن تكون مدمرة لشخصيتك إذا أنت متابعة ومتعلق بها حقيقة يعني، خاصة الجروبات النسائية لأنه فيها كمية من الشكاوي والطاقة السلبية والمشكلات من غير أنه في شخص مختص بيحاول يعالجه أو يعني أنه هو يعيد صياغته في شكل حل. مشكلة حقيقة آلاف ممكن تصل ملايين أحيانا في جروبات متابعة بالطريقة دي، فدي خطر، ده مهدد اجتماعي أنا بعتبره حاجة خطرة شديد، مهدد اجتماعي، مهدد أسري. لما الليلة أنا أقعد أكون جزء من الجروبات الزي دي وأكون بسمع فيها وبتكلم بحضر ساي حتى لو ما بتابع، أيوة. لما كمية المشكلات دي بس تدخل في راسي معناته أنا عندي صورة ذهنية معينة تكونت عن العلاقة الزوجية أو العلاقة الأسرية أو الوضع الاجتماعي وتكون ما صح هي مجرد فعلي. ناس عندهم مشكلات ما عرفوا يتعاملوا معاها، جو تكلموا عنها في المكان الغلط. فمرات بتكون مهدد اجتماعي احنا محتاجين. وفي في 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 صفحات مثلا او مواقع، ممكن خلينا نقول صفحات لان في السودان احنا اكثر حاجه بنستخدم الفيسبوك، يعني في صفحات بتكون ايجابيه يعني بتدي طاقه ايجابيه بتدي كلام تحفيزي في ناس، ولكن صدقني متابعتها قليله يعني. الناس دائما بتمشي للاشياء يعني كثير ناس بيمشوا الاشياء ما بتضيف لهم كثير او الاشياء اللي بتكون بس مجرد متعه، وانت احيانا ما بتكون بس المتعه جميله يعني كويس انه انا اكون متابع اشياء بتحسسني بالمتعه، ولكن انت محتاج لاشياء تضيف لك تحسن حياتك، طريقه علميه تحسن بها حياتك، تتابع بها حياتك، تبث فيك طاقه ايجابيه حقيقيه. انت محتاج تتابع النوع ده. فمشكلتنا في الوعي، في توجه الوعي الناس لاتجاه اشياء معينه ربما من اجل المتعه، من اجل تقضيه الزمن، في حين انه الدور وسائل التواصل الاجتماعي خطر جدا، ممكن يكون مهدد اجتماعي، ممكن يكون يرفع المجتمع كامل ومهدد بالوعي. امني بالنسبه لاي بلد كان. بس النقطه اللي تكون مشتركه نقطه الوعي والتثقيف. يعني هسه على ذكر الجروبات دي، الزعيل والمكتئب وحياه الزول لو ما دار يدخل يلقى نفسه داخل او في دعوه او كده. طيب أيوة. نمشي طوال لمرحله عمليه، مرحله العلاج بالنسبه لاي شخص ضغوطات حياته او عايز يعالج نفسه او عايز يعالج ذاته. نعم. في علاج بالعقل وبالروح. نعم. كيف؟ طيب احنا قلنا فكرة التشافي هي كيف انه انا اقدر اعالج نفسي بنفسي او بمساعدة شخص يساعدني انه انا اعالج نفسي. بالتالي هي بتعريف تاني قدر شنو احنا قادرين نحرك قوانا الكامنة او بالاصح عقلنا الباطن ده انه يشتغل ويخدم الجسم بالطريقة الصحيحة. طيب
بالتالي انه انا اي حاجه سلبيه انا اضع فكره سلبيه اضع مكان فكره ايجابيه، اي معتقد مهدد لي اضع بدله معتقد يعني يكون دافع وداعم لي، اي عقد ممكن تكون جواي مغلقه يعني ممكن بتكون مقفلاني طاقيا روحانيا مفترض تتفكى، لانه الحاجه دي بالمناسبه ظاهره يا حمزه يعني يمكن الكلام يكون اقرب لفلسفي شويه يعني صح. ولكن لما انت هسه في ناس بتعاين لهم بتحسهم مرتاحين كده الحياه معهم سهله مرتاح مع نفسه وعنده سلام بشوش ما يعني اي مشكله تجي وهو عادي يعني بيتعامل معاها، وفي زول بتلقاه معصب في حاجات يعني وشه يائس كده محبط يعني ظاهر حتى لو كان الموقف قليل ما بيحتاج منه للانفعال ايوه بتلقاه انه انفعال. فاغلب الان تطلع الشارع خلينا نكون واقعيين يعني في درجه احباط عاليه غضب عالي في حزن جوانا كثير اوكي، فكيف انه انا احول الحاله دي؟ انا محتاج اعرف انه انا براي قادر يعني انا لانه انا الدينامو بتاع نفسي وبقبالة انا لازم اقول انا المسؤول عن الحاجه دي. احنا ما منتظرين تجي حاجه معينه من السماء تغير، لا احنا انا مسؤول انا بغير لما ابدا اسلك الحاجات اللي بتعلمني. وصراحه هو اقرب حاجه هسه انا بقول لك يعني اللايف كوتش، وهي ثقافه جديده في السودان في الوطن العربي عموما، بيقدر يساعدك انك تدير ذاتك وتدير حياتك. وعمليه التشافي دي هي حقيقه انه بس مفاتيح معينه في عقلك انت بتحاول يعني تحاول تدخلها بتتغير حقيقه بتتغير. لو جينا انه هي عمليا كيف، هي ما حاجه سهله عشان انا اغير شخصيه واغير واتشافى بتاخذ وقت يعني. يمكن دي فكره التحدي اللي قبل شوي يعني شرحته لي كان قاعد تحت الهواء، ما حاجه سهله يعني. انا بقول لك 21 يوم شهر يعني في برنامج تدريبي الان 100 ساعه تدريبيه عشان انا احول الشخص من شخصيه غير متزنه غير سويه غير سلاميه الى شخص سوي متزن سلامي. فهي عملية شاملة كاملة أوكي. ولكن بداية أنا مجرد أنه أنا أبدأ أتنفس كويس أوكي، شفت التنفس ده البسيط ما بيتحكم في تنفسه ما بيتحكم في حياته. إحنا مكتومين حتى النفس ده الرخيص المجاني ده ما قاعدين نتنفسه كفاية بالصورة المطلوبة أوكي طيب. يعني دي واحدة من الحاجات يعني. جميل لينا نحن في خواتيم لقانا معك لكن عايزين نشور لتحدي العلاج الذاتي او الشفاء الذاتي نعم. واحد من الكورسات اللي حتقوم به وانت ان شاء الله وحيشمل جوانب مختلفه نعم. لو لخصتي لي انا من خلال الحوار ده انه يعني شنو التحدي بيبدا من الانسان يعني عزيمه واصرار بالنسبه للزول، حتعمل شنو انت؟ هو ضمن مبادره انا اسستها واطلقتها كان في فبراير 2019 اللي هي مبادره التشافي. فكرتها هي كيف انه نحن نتشافى ذاتيا وكيف انه نخلق المجتمع انه كيف السلام المجتمعي نقدر نحققه بيحصل لنا سلام داخلي. لما نحصل لي سلام داخلي انا بكون بساهم في بناء السلام المجتمعي. والسلام الداخلي ده ما بيحصل الا بالتشافي الذاتي. احنا الان محتاجين انه من كل الاحداث اللي مرت علينا في حياتنا يعني. الشخصيه وغير الشخصيه. فجاءت فكره تحدي 21 يوم للتشافي الذاتي. هو برنامج حيبدا بكره ان شاء الله يوم 10 وحيستمر لحد يوم 31. الحمد لله هو تعمل المجموعه موجوده وبدينا نشتغل. وفكرته انه كيف احنا ننظف جوانا 2019 ونبدا نستعد ل 2020 اللي هي سنه جديده. انا محتاج بالجد يحصل لي عمليه تعافي جميل. ذهني روحي جسدي من ما مضى وعشان اخذ وعي جديد للفتره للسنه الجديده. ده يعني نعم. مشرق باذن الله موفق ان شاء الله لينا الامام من خلال مشوارك الكبير في خدمه المجتمع، ودي المبادرات اللي ممكن تخدم الانسان نفسه وتخدمنا نحن في المقام الاول. انا مقدر جدا الكوتش ومدربه التنميه الذاتيه وايضا الناشطه الاجتماعيه والمهتمه بقضايا السلام لينا الامام، كثر خيرك. اشكرك جزيلة. حمزه واشكر قناه الشروق للاستضافه. انا مقدر. عندي كلمه واحده عايز اقولها مع تحيات فريق العمل، انه نحن خلقنا انه نعيش بالسلام. خلونا نعيش بالسلام ونكون متحابين دائما في تفاصيل حياتنا في رعاية الرحيم. من المحبوب نسايم الليل عادا من المحبوب
انهادا عبرات الشوق بيا ازدادا تلك الاحلام ليتها تمادا من المحبوب نسايب الليل عادا إلى المحبوب وباب حديده أبصر صدق العاقل وباب حديده أبصر واقل ظن مراقب صدق العاقل قلب المخطوب فوق الفاقل دل اليمنى ومشى متاقل من المحبوب ليالي الخير جادم من المحبوب نسايم الليل يا ليل من المحبوب نسايم الليل عادا من المحبوب.